السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين الكرام، مباشرة من مشروع بساتين. وهذه المرة جات الدور على الشقة رقم 3، العمارة رقم 14، سيكتور 5. أجيو ندخلو كاملين ونشوفو الفصالة تبارك الله كيفاش دايرة، فالصورة غنية عن كل تعليق. أجيو نشوفو فين كطل هاد الشقة، تبارك الله ما شاء الله، صورة جميلة، صورة معبرة. يا سلام يا سلام، اللهم بارك. غادي نخرجوا من الصالون والسيجور وغادي نمشيو للبيوت، فكما كتوضح الصوره هاد الشقه، ها البيت ديالها الاول وها البيت ديالها الثاني، وكيطلعوا في نفس الشوفه اللي شفنا من الجهه ديال الصالون. هنا الحمام وهنا الكوزينه، الكوزينه هي هذه. والجميل في الكوزينه المطبخ ديالك اختي، انت كتشوفي الصوره قدامك، والجميل هو انه عندك واحد الباب هنا وعندك البالكو كيطل في الهواء الطلق. يا سلام، يعني هنا الملعب، الوليدات يقدر يكونوا في الجريده هنا قدامنا كيلعبوا قدامنا وليداتنا او في التيران. والجميل في الامر هو ان الارض باقي ما تبناتش هنايا، باقي ما عليها والو، يعني حتى ملي غطيح الشتاء وهذا غتكون واحد الخضوره جميله هنا. وهذه مناسبه ان شاء الله باش كنتمناو من يعني الجهات المسؤوله ان ان شاء الله نشوفوا جريدات زوينين في الصخيرات، ونشوفوا امور اللي هي زوينه. اكيد البني باقي وجايين امور كبيره في الطريق، اللهم يسر يا رب. ومن اجمل بيوت الله هو هذا المسجد اللي كنشوفه هنا صراحه، مسجد خديجه ام المؤمنين، الله يدينا عنده سالمين غانمين ان شاء الله، ونكونوا من اهل يعني من اهل الجنه يا رب. كنتمنى من الله هاد السكينه، الله يدخل على امواليها بالصحه والعافيه وطول العمر. هذا هو اللي كتشوفوا قدامكم، هنا البيت وهنا البيت الاخر، وريتكم الصالون والكوزينه والحمام. اللهم يسر يا رب، والله يسخر الجميع. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.